بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مصر أرض الكنانة، كتب لي أن أعيش فيها 4 سنوات و3 أشهر طالبا في مستوى الدراسات العليا بجامعة القاهرة، وخبرت أهلها وشعبها وعلماءها ودعاتها وفنانيها وغيرهم، خبرتهم عن قرب وعرفت يعني قيمة مصر والمصريين يعني في نفوس وقلوب العالم الإسلامي. مصر للأسف الشديد والشعب المصري يعني لا يستهل، يعني لا يستحق هذه الانتكاسة التي حصلت يعني في يعني وضعه السياسي، بحيث إن مصر يعني كانت فعلا ستكون رائدة كما كانت دائما رائدة، يعني قبل حكم العسكر كانت رائدة في الدعوة ورائدة في العلم ورائدة في يعني في الثقافة ورائدة في الحضارة. فمصر يعني للأسف الشديد أعيد لها يعني من طرف، وأنا أقول هذا الكلام يعني عن مسؤولية، من طرف جبهات متعددة، جبهة الصليبية وجبهة، ولا ننسى أن أمريكا في نهاية المطاف يعني تحكمها خلفيات صليبية، وجبهة صهيونية يعني تخشى على يعني موقع إسرائيل وعلى وجود إسرائيل، وجبهة من المنافقين يعني، وهذا الذي هو يعني موضع الألم العميق في نفوس جميع أبناء الأمة الإسلامية العربية، أن يظهر فجأة مجموعة يعني من المستبدين ومن الذين يعني سفهاء يعني يتصرفون في أموال شعوبهم وبلدانهم تصرف من لا رقيب عليه ولا حسيب، وتتضافر جهودهم مع جبهة العلمانيين وجبهة للأسف الشديد يعني الليبراليين وبعض اليساريين وبعض القوميين، تتضافر جهود هؤلاء جميعا ويضعون يدهم في يد الجيش ليجهضوا يعني تجربة كانت تعيد بكل خير وكانت تعيد يعني بأمل عريض للأمة العربية والإسلامية. ومما كذلك يؤلم ويؤسف له هذا التجيش الإعلامي في يعني التحريض الساقط والتافه ضد تجربة الإخوان المسلمين وضد تجربة الإسلام السياسي في مصر، ويعني العمل على إجهاضها بأي ثمن حتى ولو يعني الانبطاح يعني أمام يعني قوى الاستكبار العالمي. والشيء كذلك الذي يؤلم ويؤسف أن جبهة الحداثيين عندنا وجبهة اليساريين وجبهة العلمانيين، والتي كانوا دائما يتغنون بالديمقراطية ويتغنون يعني بحكم الشعب ويتغنون بالتحاكم إلى صناديق الاقتراع بين عشية وضحاها، يصبحون من المصفقين ومن المهللين للانقلاب العسكري، وهذا يعني يسوءهم ويجعل الصفوف تتمايز مع من هو يعني في صف الديمقراطية الحقيقية ومن هو عدو لهذه الديمقراطية. المهم أن تكون الديمقراطية به، وإن لم تكن به يعني فالطوفان. فهذا يعني حقيقة نحن نؤمن يعني في يعني ثقافتنا الإسلامية بأن المصائب في طيتها، النقم دائما في طيتها نعم وفي طيتها يعني مفاجآت. فالتمحيص، هذا التمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب ويميز الصادق من المنافق ويميز الصالح من الطالح ويميز الصادق من الكاذب، يعني هذه فرصة كانت، وأنا عندي يقين إن شاء الله أن الشعب المصري يعني لن يقبل ولن يسكت عن إجهاض تجربته ومصادرة حقه ويعني كتم أنفاسه من جديد. ولي اليقين كذلك أن إن شاء الله الشعب المصري سيتجاوز محنته، والأمل في الله كبير ألا تتحول هذه المحنة وهذه الفتنة إلى يعني مأساة يعني وكارثة اجتماعية وكارثة أمنية وكارثة اقتصادية على المجتمع المصري وعلى الشعب المصري.
فكلنا أمل في أن يتداركهم الله بلطفه، والله ولي التوفيق والقادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله.